أنا رأف ترقيز 27 سنة مهندس كهرباء وأصيل مدينة أكودة ونحب نغير في بلديتي وعلى إثر الانتخابات البلدية اللي باش تصير أول مرة في تونس وإيمانا مني بدور الشباب في النهوض بالمدينة متاعو قررت نترشح للانتخابات البلدية في قائمة البول المستقلة قائمة شبابية معدل الأعمار فيها ما يفوتش 32 سنة قائمة تضم عديد الكفاءات وفيها تمثيلية لأغلب مناطق أكودة باش نطرحوا برنامج عصري لحل مشاكل الكواد اللي احنا منهم ولهم برنامج مبني على احصائيات وارقام وتحليل علمي مش كلام برنامج باش يحل المشكله ويعطي الحل من مشكله السوق والنظافه للترطوار من مشكله النقل والطريق والسبيطار يعني ترشحت على خاطر اكوده تستحق الاحسن والافضل على خاطر اكوده ولاده وقيد باش ولاده تخدمها على خاطر اني احب نبدل بلديتي بالفعل مش بالكلام.